مشروب لانه قال بده مشروب الي ولاله رح اخذ. انا رح احط لك على البطاطا على البطاطا على البطاطا على سبسكرايب يا غنيم. استنى طول بالك. 2 hours later. هو قلبه انكسر. لا شو صار بدك هلا؟ بدك صوص. اوكي. صوص وقع الصوت. شو بدك؟ لا بده منكرات والعياذ بالله. عبيت لك يا كبير. عجبه الوضع. لك منكرات وما منكرات. شو بدك؟ كل الوقت طلبات انه ممكن قلت ملحي لي البطاطا تبعي. طول بالك. لك يا اخي لسه ما شفنا شو بدنا. استنى رح احط لك على البطاطا على البطاطا على البطاطا على البطاطا. انا بعتذر على المنظر. اقسم بالله حطيت لك ملح على البطاطا. شو بدك؟ خذ كول براوني. بدك ها طعمت براوني. طيب شو بدك؟ شو عملني برافو انه عجب الوضع. لا كبر قلبي. عجب الوضع يعني احنا عجبنا. اوكي حطلنا قلب واحد. ليش قلب واحد؟ مو 3 قلوب لازم تحط لي اياه كلب البدو. هلا رح ناخذ بنت على الموعد ونشوف اذا بتقبل. نقبلها. يلا رح نجي ونجيب هاي البنت. بنت رح تشوف هلا البنت شلون رح تتصرف. هاي باول موعد ليكم ألطفة ليكم. دغري بدها تشرب يخرب بيتها من حالها. اوكي ماشي رح نرفع ايدنا نكون لبقين. نحن جنتلمان. لازم نطلب الاول. طيب بدها شو؟ اوكي هي قالت بدها تشرب مبيت صح؟ لا تفضحنا. جنتل انت. ارفع هلا. شوفي عم عبيلك وحياة الله. زتيت عليكي انا بعتذر. اعطيني اياها. انا كثير بعتذر منك. عصبت انه شو عم تعمل انت يا حمار. طيب اوكي. استني طولي بالك. بس طولة والله العظيم رح طولة. استني. اوكي شكرا بعتذر منك. لا لا تكب عليها يا حمار. عبي لإلي. شوفي عم عبي لإلي. عبيت لي. عجبها. حلو اوكي بدنا نشعل لها الشمعة. استغفر الله شكله كل العالم بيحبوا الشمعة يا جماعة الخير. وين الشمعة؟ هلا بترجع الشمعة المفروض. لا اله الا الله محمد رسول الله. نزل. رح نشعل الطاوله يا جماعه الخير. رح نشعل الطاوله. لك ليش ما عم يزبط؟ يلا عم نشعل. عصبت المخلوقه. عصبت لك. كيف عم تطلع؟ شعل لك شعراتك. خلص ماشي رح احاول اجي. طولي بالك حجي. استني
طيب رح اجي انزل اخذ كبريتي. كبيت المشروب تبعه. لا ما بدي اذبح على المخلوق. استنوا. حلو. ممكن شعل شمعة. بعتذر على الفوضى اللي صارت. بعتذر على الفوضى اللي صارت يا جماعة. بعتذر. بس نزل. لو سمحت. بس شعل شمعة. بدي بس شعل شمعة. انا اقسم بالله ما بدي شي تاني. غير اني شعل شمعة. A few moments later. كسر قلبه. بعتذر. ها بدي طماطم وبصل. هاي نحن نطلب لك طماطم وبصل. بعد بصل. الطماطم. ها هلا بنرفع ايدنا مشان ناخذ لي اياهم. حبيبتي لا تزعلي. لك ليش عم تطلعي بالموبايل على فكره؟ انت جاي بحياة الله. تعالي لي كف. استني 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 رح اعمل لك كف. اعمل لك كف. بذبحها بذبحها مره واحده يا جماعه بذبحها. طالعه معي انا موعد. انا الجنتلمان اللي لي ساعه عم بعمل لك هاي الشغله. لكم ما عجبها ما عجبها. تفو عليكي تفو. هلا بدي احرق. استنوا لكم رح اخذ هاي الشغله هلا هيك. لكن حري موتي. استنوا لكم رح ارفعها هيك. ارفعوا كمان. رح احرق الطاوله كلها يا كلبي. رح احرق الطاوله كلها. انفنجت 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 يا جماعة. شو فكرة الشغلة مسحوا لك؟ هلا استني استني والله لا اجي احرقك بزيادة. هلا انا استني استني مشان تعرفي مرة ثانية يا حقيرة يا منحطة تتحقري علي. عصبت عصبت عصبت. لا هي خنزيرة هي خنزيرة. البنات يا جماعة شوي عصبيين شوي يعني مو كثير شوي. ما بدي ما بدي. هذا شكله كيوت. يلا تعال نطلع ديت. هلو ليكم احلى. شكله لطيف شكله. لا حدا يقول لي لطيف. وليكم هل 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 كنز اللي لابسها. هاي كله بحب المنكرات من اولها. كله بحب المنكرات. بده يشرب اول شغله. طيب ماشي استنى استنى. هلا 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 بعبي لك. هلا ما بتلاقي غير كل شيء تعبى. انا ست بيت محترمه لك. شو مفكرين انتم يا جماعه؟ طول بالك لا تعصب. عم عبي لك. طول بالك. شوف شلون عم يتعبى صحنك. طول بالك. قلت لك عم يتعبى صحنك. شبك تيس مخك. ها هلا رح اعبي الي. شوف يا شاطر صح وسخت الدنيا. هي انا ست البيت يعني بس والله عم عبي لالي وقلك شبك. اوكي شمعة. لا اله الا الله. الشمعة بتعمل كوارث عندي انا يا جماعة. انا مو تبع رومانسيات عرفتوا؟ لازم لازم شعل الشمعة هالمرة هيك شوي لتحت. واو شعلنا شمعة شكرا. بده ياكل سم الهاري. مع انه انت اللي لازم تطلب. والله يا جماعة الشباب انتوا اللي لازم تطلبوا المنيو مو البنات. افهموا علي. واو شو بده هلا؟ بده نحط له بده نحط له فلفل على الستيك. اوكي فلفل على الستيك. طول بالك حبيبي والله انا يعني انت هلا بدك تتجوزني اجباري. بدك تتجوزني هلا بعد هذا الفلفل اللي حطيت لك. شفتوا قلت لك حيتجوزني. واو هيك سحبني. طول بالك استنى يعني مو لهالدرجه انت لا تنجلي فرد مره. استنى رح انزل. طول بالك بدك كاتشب يا روحي. قلت لكم انا حاسه هذا نصي الثاني. لا هذا نصي الثاني. انا قلبي حاسسني كان عرفت لك. لا بتفضحينا ريما ببوس ايدك. بده كاتشب. حطيت لك. ها كيف كيف. اوه حبيبي وانا كمان كثير حبيبتك. واو انا ست بيت والله ست بيت. اقسم بالله هذا التحكم مو انا والله. لا تطول بالك. ايه وبعدين شو بدك؟ بدك اني سخن لك اياها. حلو سخن لك اياها. ما هو مطعم ما هو هن اللي لازم يسخنوا. انا شو شايفني سخانه؟ عم سخن لك اياها سخنه. واو ليك شحبني دورني. شو هلا؟ بده هلا يشرب شمبانيا عرفتوا يا جماعه؟ فسق 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 بكل مكان فسق. طيب بدك شمبانيا. خلينا نطلب لك شمبانيا. شمبانيا هي هاي مرسومه. انا ما بعرف انواع الفسوق يا جماعه فهي حسب الرسمه بتشبه هاي. اوكي هلا لعبي لك احلى شمبانيا يا روحي. طول بالك لا تعصب. بس هذا رح يتجوزني يا جماعه. ليك ليك عم صب لك. ليك 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 شو صار؟ واو انه اوكي لا خجلت هيك انا. لا ان شاء الله يا
حلو التقل يا جماعة، حلو مش من أولها. وين نكون خلصنا لليوم الديتات تبعنا أو الموعد تبعنا؟ صراحة نجحنا بواحد بشكل خرافي، صار يعملها هيك فاس. صراحة نجحنا. وبس إذا حبيتوا هاي اللعبة العبوا فيها وبس، وروحوا موعد غرامي وخدموا العالم ومدري شو. بس الغريب إنه الشاب هو اللي لازم يخطب البنت بهاي اللعبة، البنت بتخدم الشاب يا جماعة، بس بهاي اللعبة. بس انتو نصيحة مني، بس تروحوا عديت تتقلوا وكونوا حلوين هيك، وما تطلبوا اعملوا كل شي بايدكن مشان ما تصير هاي الحراية والمناظر اللي صارت من شوي. وبس اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.